يا مرحبا بالدورة 40 لمجلس الأمانة العام، الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب. تونس العزيزة الغالية ما زالت تحتضن هذا المجلس اللي فكرنا بحقوق الإنسان والحريات والإنجازات. هي الدورة 40، هناك ما خلينا نشوف ساعة شنو المكتوب والاستقبالات ثم نتحدث في ذلك مجلس الأمانة العام لمجلس وزراء الداخلية العرب المنعقد في تونس في دورته 40. حبيت نفهم هذا النشاط، حبيت نفهم نشاط الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، هذا الاسم الكبير فيه أمانة وفيه عرب وفيه وزراء وفيه داخلية وفيه كل شيء. لا يوجد أي منشور على صفحته على فيسبوك، لا يوجد أي منشور. لا، شنو هذا المنشور هذا؟ شنو المنشور هذا؟ المنشور هذا أنا لا أنا العشية إلى حد العشية بعد إذنك ترى وقف اسمح لي، وقف اسمح لي الله يخليك. أي هذا اليوم، هذا اليوم، أي هذا اليوم أنت قاعد تشوفي هذا الفيديو. ايش فيه الأولاد؟ الأولاد هذا الفيديو ايش فيه؟ يعني إلى حد اليوم العشية ما ثم أي منشور على هذه الصفحة إطلاقا. هذا نشاط مجلس وزراء الداخلية العرب. مرحبا مرحبا، أهلا وسهلا بالضيوف، وأهلا وسهلا بالإنفاقات، وأهلا وسهلا بالإنجازات، وأهلا وسهلا بالوزراء الداخلية العرب. شوفوا العدد الفان اللي عندهم 656 كما ترون على الشاشة، وهذه الصور هي صور جديدة جديدة نتاع العرس نتاع لوطية. المجلس هذا اللي على فكرة سي خالد بن خليفة الأمير بن عبد العزيز الثاني القطري، واللي هو وزير داخلية ورئيس مجلس وزراء قطر كذلك دولة قطر، استقبلوه أخيرا وقالوا أنه رئيس مجلس وزراء صحيح بصفته تلك، لكن هو زيارته بالأساس هو جاء باش يزور، جاء باش يحضر في الدورة 40 اللي تذكرنا بأشياء جميلة. سي عبد الباقي، أولا ماذا تعلق على هذه الدورة؟ شوف سي مقداد، أولا أنا مع أن العرب يجتمعوا أي. وهذا شيء إيجابي. نعم، أتمنى أن العرب من المحيط إلى الخليج يجتمعوا في معناها وزارة خارجية وزارة داخلية وزارة اقتصاد وزارة نعم. ثقافة وزارة تعليم إلى غير ذلك من أجل توحيد كل المؤسسات، ولكن نحن كانت أمنياتنا أن يجتمعوا الوزراء هذون لإلغاء التأشيرات على العرب، لفتح الحدود نعم بين الشعوب العربية، نعم لحماية المواطن العربي اللي تنتهك كرامته في كل بلد عربي وخاصة في العالم. نعم، تعرف خويا مقداد عندما واحد هولندي مثلا ولا فرنساوي مثلا في دولة أفريقية مثلا الحضور الفرنسي غالب عليها، تم الدولة الفرنساوية والسفارة الفرنسوية تمشي وتتدخل، وإذا كان طلب الأمر باش معناها تسفروا ولا تحميه، ولأنه الحضور بتاع الدولة الأخرى غير يعني مناسب، فالدولة الفرنسوية للدولة الألمانية ولا غيره تتدخل وتحميه. يعني بالأخرى عندك 27 دولة أوروبية فيها أكثر من 27 لغة، يعني يحموا بعضهم من حدود طنجة إلى حدود روسيا. نعم نعم نعم، ونحن عندنا 21 ولا قداش من دولة عربية، في بين دولة والدولة باسبورات وطوابع وتأشيرات وحدود وإهانات وآخرها ما اللي صار بين التوانسة بالحدود الجزائرية. يعني مواطنين مزمرين مستضعفين فقراء هزين شوية مؤونة، لأن المؤونة هذه مش مفقودة في تونس، يوقع الحكم عليهم 5 سنين حبس، هذا عار، هذه فضيحة. نتمنى أن الأخوة الجزائريين ما يتورطوش، وأن القيادة الجزائرية تطلق معناها سراح هؤلاء المواطنين
الضعفاء، وانا من خلال منبركم استاذ مقداد نعم اطلب من الرئيس تبون انه يعني يطلق سراح المواطنين التوانسه، لان يعني نحن تونس ولا الجزائر بالنسبه لنا، ولا المغرب ولا ليبيا ولا موريتانيا ولا مصر، معناها بالنسبه لنا هذه حدود وهميه، هذه في اذهاننا، ولكن فرضت علينا فرضا معناها مع الاسف. بل ربما تطلب من قيس بن علي بو الزواولة اللي مغروم بالبوس وبالتعنيق متاع الفقراء أن ينتصر لهؤلاء. تعرف نبيل القروي تم إيقافه في الجزائر، وهذا يعتبره طبعا من حقهم، هذه السيادة متاعهم. تعرف براوي تلك المرأة التي خرجت من الجزائر وتونس سهلت لها الذهاب إلى فرنسا، يعني حتى من باب يا سيدي قضية بقضية، من باب قضية بقضية، أنت على الأقل ثمش ما تنجم تقدم لفيديو مروع قاعد يدور على العائلات المنكوبة اللي فيهم من هو مسن وفيهم من هو مريض وناس محطمين وناس في قمة الفقر وناس يعني يتعرضوا إلى أحكام جائرة لأنه هاز بعض شوية مواد غذائية. طبعا مانيش نحكوا على القانون الجزائري، نحكوا على التوانسة اللي من باب المودة وبالدبلوماسية وبأبسط وبأضعف مستوى من الدبلوماسية موضوع كان يمكن أنه يتحل وأنه يعني أن يتفض.